انطلاقة بولندية وراء الدفاع، ممكن الهدف الأول. لا، الهدف الأول لصالح المنتخب البولندي من دودكا. كانت فرصة رائعة، كان في الأول في خطأ على اللاعب لكن الحكم ترك مبدأ الأفضلية. انطلق المنتخب البولندي، في كل مرة ينطلق المنتخب البولندي وراء ظهر الدفاع بتمريرات بينية يخترق بها دفاع المنتخب. إذا الهدف يأتي أمامكم على الصورة. شوف الطريقة اللي يلعب بها المنتخب، ينطلق 4 مدافعين 5 رجوع 6 7 مدافعين. يدخل دودكا يسقط، لكن سقوط دودكا لم يعفي اللاعب المتألق ليفاندوفسكي من الوصول إلى تسجيل الهدف الأول. ويمضي هدف التعادل توني كروس. إذا 1-1 في النتيجة بعد ما كان المنتخب البولندي متفوق في النتيجة بهدف 0. طبعا المنتخب الألماني كما ذكرت بقي صامد، بقي يجتهد، بقي يلعب، بقي سيكون من والهدف الثاني. ميرزيفسكي يمضي الهدف الثاني لصالح المنتخب البولندي. إذا بولندا يبدو لي ستتفوق وتكسر حاجز الانتصارات أمام ألمانيا بهذا الهدف. فرحة عارمة في مدرجات ملعب غدانسك ببولندا بهذا الهدف وبهذا التتويج البولندي أمام المنتخب الألماني اللي تهاون يبدو لي في اللقطة هذه. كانت العملية تبدو سهلة، ويس في جهة والكرة طبعا في جهة ثانية. إذا التفوق يصبح لصالح المنتخب. لا، يفضل المراوغة، يرفع، يدخل داخل منطقة العمليات وهدف التعادل. هذه قوة الألمان، هذه قوة الألمان في أنهم يلعبون حتى اللحظة الأخيرة. وكاكو يهدي ألمانيا التعادل العاشر. التعادل العاشر إذا بين المنتخب الألماني والمنتخب البولندي. قل شوف الخطأ الكبير في الدفاع، اللعبة الرائعة جدا من اللاعب المتألق شورل والمراوغة من ميلر. يدخل لما شاف فيه مجال للدخول، دخل بالكرة وأعطى فريقه ما كان ينقص. وباريتو كاكو